كل حاجه. يعني مش احنا اللي يتزايد علينا، اذا كنت انت بتحبوا بلدكم قيراط، احنا بنحب بلدنا 24 قيراط، وواضح الفرق ما بيننا وما بين اي حد تاني. احنا ما احنا بقالنا سنه ما فيش كوره واحنا شغالين وبنقبض فلوسنا، يعني احنا ما فيش اي ضرر علينا. هو ده مطلبك لوحدك يا كابتن مصطفى بالظبط. يعني النهارده التناول على الفيسبوك، النهارده رئيس الجمهوريه امر بعوده النشاط، ما كانش ده دليل، دليل انه عين وزير رياضه. لو لم يكن رئيس الجمهوريه والحكومه عندها اليقين ان نشاط سيعود كان مجلس اعلى، وان الرياضه شيء مهم، ما كانش عظم دور الرياضه بتعيين لاول مره من بص سنين خالد طويله اللي هو خالد غرابه بص اللي هو خالد غرابه يعني ما شاء الله، يعني احنا بنشكره شكرا جزيلا، يعني يعني متمثلا في وزاره الداخليه. الواد ده مصاب عنده حاله صرع. يعني طبعا الصوره كانت اللواء المحترم مدير امن اسكندريه خالد غرابه، عشان برضو الشعب اللي بيتفرج يعرف العلاقه بين الشرطه وما بين الشعب وما بين الرياضيين، لغايه الاتوبيس وباب الاتوبيس مدير الامن واقف وبيسلم واصر ان هو يقبل الكابتن حسام البدري، وبعدين بعد كده كاننا رايحين نردم الانفاق اللي موجوده في سينا. يعني مظهر لا يليق بكره القدم على الاطلاق، ان احنا نصل الى هذه الدرجه في بلدنا، ان اتوبيس لعيبه كوره ودول عمرهم ما هيضربوا على الجماهير نار، استحاله. لكن هل هذا مظهر؟ وبعدين في النهايه مقابل ايه؟ هو ده السؤال اللي احنا عدناه وبنرسله للمزايدين على الفيسبوك، واللي قالوه كل اللي كلمناهم من غير ما يعرفوا احنا قلنا ايه. قالوا كلهم بلا استثناء، هل عودة النشاط تؤثر على القضاء وعلى المحكمة اللي هو احنا بنتكلم فيه قدلنا 10 ايام؟ هذا امر وهذا امر اخر، وبالتالي حرام علينا ان احنا نموت ملايين خصوصا بدون ثمن. ويمكن انا قلت وعلقوا عليها في الفيسبوك قالوا لي